السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية عجيجل لنعرفكم على هذا الفندق الجديد الذي تم تدشينه وافتتاحه في مدينة جيجل على الساحل إذن في هذه الفترة تاع الصيف. إذن خليكم تتعرفوا على هذا الفندق الجميل بدون ما نذكر الأسماء. إذن خليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع عن هذا الفندق الجميل وسط مدينة إذن جيجل. اترككم تتابعون. السلام عليكم.